وأتمنى التوفيق للمشاركين في هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء، أذكر بأن الفائزة بالشوط الأول الرئيسي للفترة الصباحية في هذا اليوم، الفائزة بالشوط الأول في هذا الصباح مرموقة، المملوكة لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، بينما مشاغب هو من حصد وخطف أول أشواط الزمول مع هيان بن حمد بن هيان العامري. إذن تهانينا للفائزين مشاهدينا الأعزاء بالشوطين الأولين في هذه الفترة الصباحية، وهذا هو تاسع أشواط هذا الصباح وهذا اليوم. نتجه مباشرة مع مخرجنا العزيز لنتعرف أفضل توقيت في هذا الصباح، أفضل توقيت كان مع الشوط. أحمد بن سيف الغويس شعاره هو صاحب أفضل توقيت، اسمها مرموقة الفائزة بالشوط الثاني 12 دقيقة 49 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا لأحمد بن سيف الغويس السويدي مع مرموقة الحاصلة على أفضل توقيت والفائزة بالشوط الثالث في مجموع أشواط الفترة الصباحية. أيها الأعزاء، نتجه مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط اللي حذرنا من يوم شفناها، حذرنا من أول ما لمحناها، هذه تتسلل وقادمة من الغربية ومشتاقة للفوز وللناموس، وإن جارها الله يا أبو زايد من مقادير، إن جارها الله من صواديف الأقدار، جاتك وجاك الجيش كله بعدها. هذه الحذرة مشاهدينا الأعزاء تقود هذا الجيش، تقود هذه الكوكبة، تقود المنطلقات مع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ومع دكتور التضمير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثاني أيها الأعزاء هنا الشاهينية، الوصول من الشاهينية أول نداء لها خليفة بن محمد بن شاهين المرر على المركز الثاني، تنطلق مباشرة إلى ثاني المراكز الشاهينية مع خليفة بن محمد بن شاهين المرر آخر 2 كيلومتر، ومذيار على المركز الثالث سالم بن أو هنا بالفعل سالم بن سعيد بن منانة أو شقيق محمد بن سعيد بن منانة، الحال والمقام واحد. ننتقل إلى المركز الرابع، هنا وبرة سعيد بن عبد الهادي الشهواني المضمر الهادي، يصل ويشعلها أيضا، يشعل المنافسة. الوضع غير هادي يا سعيد، الوضع غير هادي يا أبو هادي، أبدا. الله، هل زعبيل قادمين أيضا، هل زعبيل قادمين أو هل مرغم قادمين بالفعل، هل مرغم مع الزعبيل سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد قادم ابن مرغم، قادم ابن مرغم على المركز الرابع. الغربية ومرغم وزعبيل وغيرها، وأيضا هل العين، وأيضا هل الشيحانية، وهل المملكة العربية السعودية، وهل الكويت، وهل جميع أبناء الخليج، جميع المشاركين من الخليج يتواجدون في هذه الأشواط. وما زالت الحذرة سيدة الموقف. يا متابعين، الموقف حساس، الشعارات تقترب من بعضها البعض، ومن هناك أرى التسلل من زعبيل سعيد جابر، يقدم لنا زعبيل من تتسلل من الجانب اليمين وتتقدم تقدم ممتاز، وعادت مذيار وعادت الشاهينية مع شعار بن المرر، وأيضا هنا شعار عبد السعيد وعبد الهادي الغير هادي أبدا، الغير هادي في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، وبره وبره وبره، سلالة وبران على مقدمة الشوط مع سعيد بن عبد الهادي الشهواني، والكيلومتر الأخير ومذيار تلاحق وبره، ترفع راية التهديد مع سعيد بن مع محمد بن سعيد بن منانة الاكتبي في هذه اللحظات. المركز الثالث يصل العملاق العيناوي مع العابر لمحمد بن مظفر بن محمد العامري، وايضا وصول من اسباب مانع بن خليفه بن رشيد السويدي. يا متابعين، وبره واسباب ومذيار وكتاره قادمه، غانم بن منصور السيف الخيارين، يصل شعار غانم بن منصور على المركز الثالث، اول نداء لكتاره في هذه اللحظات. المركز الرابع مذيار محمد بن سعيد بن منانه، ولكن وبره
وبرا مشاهدينا الاعزاء، شعار بن زيتون ايضا يصل على ظهر الوذبه، الوذبه الوذبه وبرا اسباب، وبرا وبرا المضمر الهادي والمجازف، الشوط وين يا متابعين؟ وبرا والمجازف، وبرا وبرا والوذبه، الوذبه 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 ولا الشحانيه؟ الوذبه ولا الشحانيه؟ هل الشحانيه مع وبرا؟ سعيد بن عبد الهادي المضمر الهادي، الوضع غير هادي يا اخوي، الوضع غير هادي، وبرا وبرا وبرا، سلام شحاني سلام، سلام الهادي سلام، سلام سعيد بن عبد الهادي على هذا الفوز، تختطف سيارة الشوط، تهانينا يا سعيد، تهانينا على فوز وبرا، لحظات الوصول، تهانينا والناموس، المركز الثاني، الوذبة لمحمد بن عتيق، بن زيتون المهيري، المركز الثالث، أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، المركز الرابع، مذيار لمحمد بن سعيد بن منانة، المركز الخامس، الوصول من كتارة لغانم المنصور بن غانم آل سيف الخيارين. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، بالفعل شوط ملتهب في اللحظات الماضية، ولكن وبرة تصر على انتزاع سيارة الشوط وعلى إهدائها للمضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. 12 دقيقة 55 ثانية 32 جزء من الثانية هو توقيت وبرة، تهانينا للمضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثاني، الوذبة احتلت المركز الثاني، 12 دقيقة 55 ثانية 68 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثالث، المركز الثالث أسباب، وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 56 ثانية 60 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بالفعل مشاهدينا الأعزاء شهدنا وإياكم شوط حامي ومعركة حامية الوطيس ما بين المشاركين في الشوط الماضي.